الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 13 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية، للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. فاصل الاسم الذي لا ينصرف، عشر كي صدحية طبنا طبنا يصدحات كتاب كي الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية، وألف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وحن رب العبنا يا عشر كي صدحية طبنا اسم الذي لا ينصرف، مركة كواد مي عيسى قلينا اسمي أن مي عيسى لا استعمار مد كتاب كاينوشا اسم الذي لا ينصرف والليلة، اسم الذي لا ينصرف كو مقع على بعض اللامد كوا اسم ما لا ينصرف أو اسم هالمر لقوده اسم ما لا ينصرف، وهاكلو اللو يقانا اسم ما لا ينصرف، اسم تل التوينيه اسم ما لا ينصرف، وهاكلو اللو يقانا الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف مقعيضا عمد كالكو أركتوا اسكم مت اسم الذي لا ينصرف، اسم ما لا ينصرف، اسم ما لا ينصرف، الممنوع من الصرف. مسألة واحقة مقعيديس، مسألة اللبات ما هو تعريف كي سمحوا يقي حديث كاسا مهمة. اسم الذي لا ينصرف مركا لقيحة ما اسم ما لا ينصرف أما الممنوع من الصرف، لبصي أي أقحن علم ذقار وحينهن اسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين، ومنك أن تنوين أقبلي، هو الذي لا يقبل التنوين ومنك أن تنوين أقبلي، هل قاسي قصمين علم ذقار وحديدة والتنوين بينه وحديدة والله شقل لبا كرق لبا حصري لبا قد، هو الذي لا يقبل التنوين علم ذقار هل قاسي قصمين وحينهن الصرف والتنوين، أي لا يدخله الصرف على قول أي لا يدخله التنوين، تنوين ما قاله تنوين ما أقبله، ولماذا قال روحينا يا ماي وحينا كدرينا وحاوي اسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة، لا بضع شيء جديدين، هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة، تنوين ما أقبله هاصرقنا ما أقبله لا بضع شيء جديدين. قاعدة دي مركوا هنا تعريف اسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة، واسمي أنا أقبل التنوين هو صدقنا أنا أقبل، لماذا بقى إيمان لعلال تسعين بعد لعلال تسعين إلو ينسى قال أديدا إلو ينسى قال أديدا، مسألة وحال كان إسكجر مرك اسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة لعلال تسعين، واسمي أن تنوين أقلين هوصلقنا أقلين علوين سقالة درت علوين كا سقال كا بيت بالغو كل مياه بيت كا وحاوي إجمع وزن عادلا النث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل ونوصة وضع قد كمل واتمام البيت انت كالوالا ترساني، وحين نكبحنا مقعية ديسة هي تعريف كيس هي واحد تنوين كي هوصلقو أديدن علوين سقالة علوين كاس قال كوا بيت كالو كل مية بيت كاس لو كل مية بيت كوا حاتري شغلة بهاء الدين ابن النحاس بو عنكية الحالب، واي مسألة أفراد مهم كوا حاول علوين كاس قال كلا بالواقي، وهذه العلل التس تنقسم إلى قسمين، وهذه العلل التسع علوين كاس قال ك تنقسم إلى قسمين لا بالواقي بني ما واحد قيبتك ما يمنع الصرف بعلة واحدة، واحد اسمه ما لا ينصرف كذي هل علة كذي هل علة ما يمنع الصرف بعلة واحدة، واحد اسمه ما لا ينصرف كذي هل علة كذي وهو اثنان والله صيغة منتهى الجموع ولب وزمك إمامة مفاعلة سيدا مساجد يا مفاعيل سيدا مصابيح يا ألف وتانيث أيضا لبقي ممدودية مقصورة
ممدودة أشياء صحراء أنبياء علماء كحراء يقول الله بي إيا مقصورة ذي حبلة مرضى ذكرى قصوى ها لبضاس صيغة منتا الجمعية ألف التعنيث اسمي ما لا يصرف بيكدي هل إليك كغني كالمو مبه صيغة منتا الجمع كليت باسمي ما لا يصرف كغني ألف التعنيثنا كليجي باسمي ما لا يصرف كغني ومدو عمريد ويري نظم الأجرمية فألف التعنيث أغند وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى فألف التعنيث ألف التعنيث ممدودية مقصورة كيدونها النقطة أغند ويدغلي وحدها كليجي باكو في الاسم ما لا يصرف إنها كغني كتير وصيغة الجمع الذي قد انتهى صيغة المنتهى الجمع على الله بدك فألف التعنيث أغند وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى وإلا بعد الله هل كعكاب حدث سوما وكل يقول اسمي ما لا ينصرف كده وحد قال ما يمنع الصرف بعلتين وحد اسمي ما لا ينصرف كده إلا بعد الله كده ما يمنع الصرف بعلتين اسمي ما لا ينصرف وح كده لبا إلا كغدقة لبا كوا لبا دا إلا كغدقة لبا مدحوي إليه لبا مدحوي إليه لبا دا مدحو حاوي عالم يصف عالم يصف كوا اسمي ما لا ينصرف كغدقة لبا إلا كغدقة لبا مدحوي إليه لبا مدح لبا دا مدحو حاوي عالم عالم كالعالمية نوالي وإسلامي عالم أم عالمية عالم هي صفة صفة دانا وصف نوالي وصف وايا لابد عم بدحونا عالم كي لح على من عنيس لح لح صفة دانا وحال من عن صدح عالم كي لح على من عنيس ونوصة وضع لك محادية عالم يوزن فعل عالم هي زيادة الألف والنون عالم هي عدل عالم هي تأنيث بغير الألف عالم هي تركيب المزي عالم يعجبة زاد تركيبا وأسماء العجم كذاك تأنيث بما عدا الأليف وليجة ولحظة عالم كلا منعيا عالم كلي وحمن ما عنكر لحظة أن كلي وأن وحمن تري وعالم يعلك لأينا السلام ولحظة نكمل صفاتنا صدح لما عنا يسو وزن فعل وصفة لا صعد وزن فعل مرة وحلا شقا يستعلم مرة صف سكاج هي زيادة الألف والنون وصف الله من عنس هي عدل حقيق عدل وصف الله من عنس ها هل كان أرين لغو وريرا جرت أرين لغو وريرا مسألة دقيق كتب خاصة قرى اللي ينكو واسقال صلى الله عليه اللي ينكو ميقى اسم مالا سرف دي سقال ها سقال كان ميقى اللوقي لو واحد اسمي ما لا ينصرف كده هل علا كده يا واحد اسمي ما لا ينصرف كده لا علا كده كو اسمي ما لا ينصرف هل علا كده ما قي هاي لا الف التعنيث يا صيغه منتهى الجمع الف التعنيث لا بس ينقرس لكن الف التعنيث ما لا كثير يا صيغه منتهى الجمع اللي احنا علم كان لما نبالي صد احنا صفه لما ولا اسكو درتي علم كي اللي احنا علمنا عليه السلام صفاتين صدح وعلى من عنس وماخ عالم كي الصفات اللي افتوه ده قدر لما ديك الهدي اللي قدر انا صدح ما غان اللي سكوك سقال هل كاسي ضد كبور يعني ما شاو مسألة دقيقة سو ما ذكر سقالنا إلا دافي لما أقل سقال لها إلا دافي لما أقل واي سقال كسي كوي ما سقال سقال وحي كوتا تانيث اما تانيث الف هالنقض والف التانيث اما تانيث كعالم لما نعي هالنقض تانيث هالا بروي ما قال هالكا كصبحي تانيث اما عالم هالا منعي اما الف التانيث هالنقض مركز سقال كلا ترنا تانيث وهالو تانيث ما يقول نقضي هال ها وات فهمت ماشي هالم كويس صيغة منتهى الجمع قدر تعنيث ورنا هذا وهل ما قرأت هل أمبرو
صيغة منتهى الجمع قدر ما يخ علم لحب على من عنيس صومة صفانا ما يغال من عنيس صفانا صدح الله من عنيس صدح العالم كرمي الله من عيسى هل هل مبالغة ترين علم كي تري علم كي واتري صومة لحدي سنة الله تري لو أظهرتها صومة تعنيث وتعنيث ودنا هلا صيغة منتهى الجمع عالم قدر سادة سواء لحظة يسي قدر يا بيغا نقول يا سادة وعينا سقال مع صفة دي بان قدر يدوانا موقت وحانا إن صفة دي بان روائن لا تري موقت صفة دي بان روائن لا تري عالمك لحظة والله من عنيس هل كانت صيغة منتهى الجمع كله صيغة منتهى الجمع كله وزن فعل لب عدل السد تأنيث أفر علم تركيب زيادة الألف عجمة هي الصفة ما هو سقال كاس لله روا سقال كاس لله روا مركز سقال كي وين كوعين سقال كأن اللي سله العلر سفي عالم هرت مال سفي عالم سميس وهاي تراضوا من غير خالد تاريخ وصوت ترسان محاول ترسان تاريخ وصوت ترسان مو سو كان تعنيث ودن هلم بركدي كعلي مرك تعنيث ودن هلم بر ما هين صيغه منتهى الجموع علم لحديث لحديث وحديث شنبا مركا للربا نين تعنيس بحسه علم إيا شنتيس صفة دي وافقت سواه ترادا ودقيق هالإسكجر مركا عادك لقاعد هلو تمضح عقوب بضرعي سقال مار ماشا لقرب ماشا واحا لقرب واسقال سيكالو السهل علم كاللحظة لما عنيسا صدح كمدا صفة وي لما لما نترينا تعنيث أنه أهل لنبر وعادة أنت سوما تيب الروائن وقال مرك أرين تقول دم بيسا اسمي أمانا يسري محود دي تويني ها خاص لك لا يقبلوا التويني ولا الجرب بالكاس سوما وحما لا ينصرف نماذا كبحيو منصرف نماذا كعلي مجرى وتوين كي أقلي معنا خاص لك أقلي سيا ها والله بشي أفر بعلماء وقال كده يا الله بيضوا متفق والإي إضافة الإي إضافة وأنتم عاكفون في المساجد إيه في أحسن تقويم وحيقدر العلماء قال لبكر ضرورة الشعر سيدا ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة يعد ذكر النعمان إيه للتناسب آيات القرآن سلاسلا وأغلالا وسعيرا قراءة غرس بسم الله وبعد فاصل هذا كان فاصل وحوك ربحين الاسم اسمي الذي اسمي اسو لا ينصرف انت وين تقبلين ما اسمي ويفيه دحي سوى هذا الا تاني لبا علو ومن علان علوين حقيت كاعد علوين كاسو تسعين سقال او اما سي واحدة هل علو او تقوم استاغي سما قام العلا تاني لبا علا بوسكو الاسم اسمي الذي اسمي اسو لا ينصرف انت وين تقبلين ما اسمي ويفيه دحي سايا هات علا تاني لبا علو ومن علل علوين حقيت كأهات علوين كاسو تسعين سقال أو أما سي واحدة هل علاهات وتقوم استاغيس مقام العلتين لبضع علا بوسكوذ والعلل علوين كي التسع سقال كاواك هي علوين كي سقال كالجمع جمع وحالك وصيغة منتهى الجمع الجمع ذا صيغة منتهى الجمع ووزن الفعل وزن الفعل والعدل عدل والتعنيث والتعنيث هل مبالغتين لنبر أهان وتعريف ذا علم بتقولي تعريف كل شيء هو علم تعريف هو علم إسكجر وتعريف علم بعده وتركيب تركيب مزي نسدح تركيب بادري تركيب إسنادي إضافي لمرحبة تركيب مزي والألف ألفية والنون نون الزائدة تاني وزيادة زيادة الألف والنون بلوية قناة عثمان وكلا يعطشان والعجمة عجم النمدي والصفة صفة يجمعها وحاكل مية سقال كعلا
قول شاعر شاعر كهذا الكيس اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل واسكر رموزه لغم وضو لغم لغم وضو لغمنا لغم رب علماء قال اسكد اجمع كل من وزن ميزان عادلا حال تمد على السمين أنث لدقاء بمعرفة مع معرفة ركب تركيب وزيد زيادة عجمة عجم النمى فالوصف وصفه قد كمل لكن أرنت على قام الرب وحلق ما أباه ما وحل رموز اجمع وائنات فأنت صيغة منتال جمع يطال وزن وزن فعل ومرة علم لمن عنا مرة صف عادلا عدل أو لمن عنا مرة علم مرة صف أنث تعنيذك بغير الألف كأهائي تعنيذك بالألف كأهلف تعنيذك بغير الألف كلمض وسوق بمعرفة تاسع مهم علم كي بمعرفة وعلم كي ركب وتركيب كمزجها تركيب المزج وزيد زيادة الألف والنون عجمة وعجم النمدي فالوصف وصف قد كمل أول ما يستر مي فالجمع هل هل بور رباي إنه قال مر هل هل بور رباي إسكجر إنه أقاله فالجمع نواصيغة منتهى الجمع لب وزن بيكون مع مفاعيل يا مفاعيل فالجمع جمعي شرط شرط جيس شرطه شروط سنوات كلق من كرتها دوغو صوت هذا لا محاجر قاعدة لأن مفرد مضاف إلى معرفة يعم مفرد كهذه لا إضافة معرفة ومفرد مضاف إلى معرفة يعم بلى فالجمع جمع شرده شردي سادي كرتا وحد كلا دي كرتا فالجمع جمع صيغة من تال جمع شرده شروديس أن يكون واين وهذا على صيغة منتهى الجمع جمع يد ماشي كل ما هي صيغة حلقة وضافير أرت صيغة من تال جمع أرين كلام مهم 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 من باب التذكير والتنبيه أنسكو برارج اسم على انصرف أرت أضاد مقشة وحا اسم على انصرف نقض واسم كلية كارهان والله بس والله بكلي واسم مفرد يا جمع تكسير اسم على انصرف دار تصاوئك أم واسم مفرد سيدة بأحمد بعثمان بمروان أما وصيغة منتهى الجموع وجمع تكسير سيدة مساجد مصابيح تماثيل محاريم وحكلو ما على انصرف نقول مجر جمع نصالي من نقول جامع مذكر السالم هالشيء من نقرأ مثنى من نقرأ هاي أسماء الخمسة من نقرأ هاي وعلى وزن كلية اسم مفرد يجمع تكسير صيغة منتهى الجمع على شمرك وجمع تكسير وحالك وضع جمع جمع تكسير كمرك صيغة سوق على ما سي جمع إنكر هذا الرجل محال وجمع يا جمع تكسير رجال رجال والله سي جمع إنكر رجالات باجر وهي آدوا ذلك سألني منك قرع سيقى مركي كهد الله يعني عرفت فلان من رجالات الأعمال بينا من رجالات الأعمال رقى قرع سيقى مجال مركي الرجل واجمع انه الرجال بان والسي جمعي محالي رجالات سيغة منتهى الجمع مساجد وحد قاجن كرمج ماشي اودا بيسيو هذا هل كان حقوق بتي كلب واي اكل بالو جمعي أكل كيوال سي جميع أكارب أكارب مركو قال وصيغة من تال جمع لما نعفكر صيغة من تال جمع ساسا لو بحي مركي ما شاء قال لم يجوز وكان مبنان جمعهين لسي جمعية جمع تكسير بحال سنبا فإذا انتهى هدو قال إلى هذه الصيغة لم يجوز وكان شرح مبنان جمعهين لجمعية جمع تكسير بحال سنبا فالجمع جمع فير هذا صيغة من تال جمع شرده شرده سواء يكون وائن وعض على صيغة منتهى الجمع منتهى الجمع جمع يد من الشيء كل مانا صيغة جمع على شيء وجمع تكسير وهي تانا لبا صيغة صيغة منتهى الجمع لبا صيغة يكون معتها لبا قام صيغة مفاعلة وألف كلا حرف ما كدما مفاعلة مفاعلة هدها أفهم فيه ساقا كوصو وده مركز تاين ميم لقب بالله مفاعلة مساجدة سالك وحاء الله الربع مفا مفا إلى وشان حرف سمر لحظة ككجرة كاس ألف كاس لو حرف هنا يقدم بيا قواعد موح ميمة كويسة قواعد دراهم ما يوزن كيو ما كويا دي مفاعلة
مركب ميم كشرد ما وهي صيغة منتهى الجمع وصيغة مفاعلة وهي نحو مساجد مساجد ودراهم شلماض وهي ودراهم وغنائم غنيم دراهم يا غنائم هذا ميم يدكو هزا ميم يلغو بلو ما يوزن كيبان كاهن نعم بس وهذه مركب بمساجد مرات وحان صومر بمساجد ده مرات فعل وفاعل بمساجد الباء وحرف جر المساجد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف صيغة منتهى الجموع والدراهم وغنائم اللهم أو مفاعيل كان ألف جميع قهر باكدن بيس يا صدح كيور الله نحو مصابيح فينوسيال ومحارب وتماثيل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قرآنك بمصابيح الباء وحرف الجر مصابيح اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف صيغة منتهى الجموع هلكا إلا بس كفل وهذه العلة علة وليها صيغة منتهى الجموع وهذه العلة علة وصيغة منتهى الجموع هي يدعى العلة الأولى وعلة ذي كوبات ومن العلتين اللبض علة كمدة اللتين اللبض أسو كل واحدة مذكست ومنهم اللبض كمدة تمنع الريبيس الصرف تنوينت الصرف معاني ذي ذا كمدة والتنوين تمنع الريبيس الصرف تنوينت الريبيس وحدها كليت مدى كلانا تيوى ويذا نسبي معنى الصرف هل علة كمدة صيغة منتهى الجموع موين علة كلا اسمي معنى الصرف هل علة كمدة تيوى ألف والتعنيث ألف ألف والتعنيث ممدودين مصورة من آياتهم وهذه العلة علة هي يضع العلة الأولى وعلة كبت ومن العلتين لبضع لك من اللتين لبضع سو كل واحدة من الكسر ومنهم على بضع لك من تمنع الريبيس على السرفة وانت وحدها كلية وتقوم يستاق مقام العلتين لبضع لبوسك فألف التعنيث أغند وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى وتقوم يستاهي مقام العلتين اللي بضع إلا بوسكو وأما وزن الفعل ميا وزن الفعل مركة إسكجر مرة علم بو لمن يا مرة صفة محاكو كلفان مركو علم كلمن يا مقع وي مقع سيدة أحمد دي يزيد دي مقع ومقع شخصي هالنقضة أما مقع قبيل أما مقع حيا ووحو دوني هالنقضة أما مقع جمادات حتى وأما وزن الفعل وزن فعل كيمياء فالمراد يجدد به وزن فعل لغة مراد إما أن يكون الاسم اسم وإن وهذا على وزن وزن خاص خاص بالفعل فعل وذلك كشم مروي بتجديد الميم كي لشده شمر فرس ولا حجاج بن يوسف نين إبضان المسلمين تصامر حجاج بن يوسف الثقفي بوا مركز جنرالان وحوها جنرال الذي ريبني أميوها marka nin aad muslimiin ta u dhameeyay waa dib badan u geystay rag saxaaba ah dilay sida abdullah ibn zubayr tabiin warkood iska badaade arday abdullah ibn abbas sa'id ibn jubayr dilay marka dad badan buu dilay kutubta taariikhda qaar waxay dhigi jireen alladina qatalahum sabran 120000 dadku xabsiga ku dilay 120 ha hal xirowmiir marka nin dibado waa siir aalami nabala imaam dhahabi ba soo koobay in laga soo bilaabo saxaabadi nabi kaleey salaatu wasalaam siiradii soo ka hadlay imaam dhahabi kadib saxaabadi nin kasto magacad saxaabadi ka soo bilow taabiciintii ila xilligiis laga soo gaad qarniga 9aad buu وأرضى ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يا مركو كهل لاي حجاج بن يوسف حليج لو كفره جماعة منهم إبراهيم النخعي مسلمين بضلنا وحيد أهل لأن مسلم وعاصي والدنبيل وأحد قال رواب الجاليسيين بيكمل إبراهيم النخعي لأن لا يتابع تابعه مركا ذو حقوص وكوبي ننكا لإلى الإمام الذهبي وحي له حسنات مغمور في بحر السيئات له وحول هابي حجاج بن يوسف حسنات وناقوى على هابي مغمور لكن وحاق قريب حسنات كيس
في بحر سيئاتي ذنوبتي سوء بضع تاسوك سوكو مارك أنك عفار رسولها وشمرت لديه شمر وزن كان وافع على سمار يا لغوية غانا فعل مارك ومقعب على قدق مقعب مارك محوشة به فعل فعل توين ما أقلع ما فعل هو أصليك ما أقلع ولا خفض فيها فعل ما لا ينسرق دوك شمر ووحن جارتي وي اللغة أهان مارك فعل كان روح مركو ير حيد حيتو هو شقبرا سمار سروال كير قاب صده يا معوستا قابي رجع عيلك شو يجرى بيرت في الجرى قرر هيا نكيك الواقع عصبت شمرة واحد جرت عبد الحكيم واد قرت يسمى وكا جبادية صمرة يا مقبل وقرنا وما وزن الفعل في المراد يجد به وزن فعل لوغ مرادا إما أن يكون الاسم اسمين وهذا على وزن وزن خاص قار بالفعل فعل كشمرة أو كلوي على وزن فعلو بتشديد الميم يمكن الشد بشمرة هذا وحاضر دي معناها صرف شمر الباء حرف جر شمر اسم مجرور بالباء نوافر اسمي هذا واسمي بشمر الباء حرف جر شمر اسم مجرور بالباء وعلامه جره الفتح نيابه عن الكسر لانه اسم على الصرف والمانع من الصرف العلميه مع وزن الفعل كو علم هي الصفه لما نعي لبدا مدحوينات كو بلا ويس العلميه تو كو بلا مركو كدي بات صفه كلا علاده كلا لما نعي شيء العلميه مع وزن الفعل وضرب 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 وروح له بحيه اسمع على قدي او بالبناء لو بناء للمفعول بضرب ام على دي مركان سنه وحاله دي وزن فعل كلو يقانو كيم وما لا ينصرف نبا بضرب لو بحيه ضرب مركا بضرب ام دي والمانع من الصرف العالميه مع وزن فعل وزن كان فعل بلو يقان وضرب او بالبناء لو بناء للمفعول مفعول مغير صيغة مبني للمجهول وانطلق ونحو حيلا من انطلق عن اللو بحي ومن الافعال افعال كم من الماضية الماضية المبدوءة لغو بلوض بهمزة الوصل وكفير هذا اذا سمي احد لغو مقعاو بشيء شيء من ذلك الرماها كم من روح لو بحي وما لا يسرب بعد للعالمية وزن فعل ان وزن كان فعل بائس كان وضرب وي وبالبناء لو بناء للمفعول وانطلق ونحو انطلق وحيلا من استخرج ومن الافعال افعال الماضيه هي ماضيه المبدوءه لغو بلوض بهمزه الوصل اذا سمي هذه لغو مقعود بشيء شيء ومن ذلك ارنكا كم او اما سيكون وحا هان في اوله لهد او اما سيكون اسمي وحا هان في اوله باللويس زياده زياده كزياده الفعل فعل كزياده سي اوكلا والحال هو اسمه مشارك يهمد لو ذاك للفعل فعل في وزن وزن كيس اسمه وحاله باللغة زيادة لو يقال زيادة فعل حروف أنيت حروف أنيت فعل كمضارع لو بلا يجلس هما وذلك كأحمد أحمد بحاله بلا همز سيف فعل كمضارع أقوم أضرب أشرب لو بلا أحمد لي ويزيد وي سيدا يقوم يفعل له بلا كأحمد ويوان المجعي كأحمد ويزيد وتغلب وقبيل المجعي تغلب ونرجس نرتا نرجس كأوي واجين واجين شهول وحكش رقع أخران شرح المهم قرأت المهم مركة وحاوي نرجس واجين وله فوائد كثير وله مين قال لك كذا كويريرتين رجل ويه مركه وحاوي كأحمد وي ويزيد وي هرقب كان لكن استعمال كارت هذه جيت كان له هرو ونرجس بكسر النون ولي نرجس وفتحها كر نرجس نافع ونفع بدنيا شمه أورنتيس إن لا أريه للزكام هرقبك والسداع مضحنوك الباردين قبو واسلو يعني عروق هو يوحل الربا لكن واحدتك منقوعة في الحليب عنها لغو نبعنا هي ليلتين اللي بها بين يضلى به والغر هنجيين بيذكر العنين ننك عنين كحوينتي سترك فيقيم هو توسين ويفعل حسامين بفعل عجيب قرأت مركب يا أحمد وي ويزيد وي وتغلب ونرجس مركب ألبا هالك اسكيد
نمك اللي له جيده هي جذا يكو أقوم بدن مرة كواس يا بابين كون اللي له جيده جذا أقوم مرة أنت هذا بري أن يروي جوجي وأن إسرائيل كون جيده هجذا ما نبي إرع وراعي مرك إسلي وأن كتجنا يوم ما درت الله وجذا يري إرع جيده جيده هجذا بو قاموس وطا قاموس ساس قاموس كمارك جيدا كصور سان توفري الا واسغي او قادر ميشنو ديغان هاي دادكو ربا انو كا غدا هدو ساس اوف واسغي واقا ماركا سان كوين ونيو اما دادك ديشه وخير وحان وا قودار يا علينا هدينا نفع كيرين ديب ديب كيرين هي انا اسكد واقا هيا جيت كان هدان لوغي سو ديب كما ايمانه وانا اقول لو لهين مدك لا ديرتو قار با داوا ولله الحمد لكن وحال راه لبا شيبا داودن اد مقليسه فرمشيد وحي سو مرتا وح لا يراها تجربه كيميه والسو تجابنا دولي با قار لو تجابي دولي جير مركو يتجابنا تاثيرات جانبيه محي ديب كيني كرتا وي بارايا ويسوي تجامين هاي مدة كلا كمية لا صور مدو حلوة لها حلقة عدال كلا مدو حلوة حل كني قاربا أفر كني لعوني كلا قاربا لبها دال عنتها حلس واحد قدر بيلي جيده هن اللي حابي حابي أقانت يا الله وخطر ويا مارك وحوك يربي أحمد الباء حرف جرني أحمد اسم مجرون بالباء وعلامة جري الفتح نيابة عن الكسل لأنه اسم على الصرف والمانع من الصرف والمانع من الصرف سي وحدي بأحمد الباء حرف جرني أحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم على الصرف والمانع من الصرف العالمية أظهر مريه العالمية مع وزن الفعل يزيد ولم تغلب نواقبيل مجيء تغلب واقبيل مجيء نرجس نواجدك نرجس نوالا يا نرجس فضح نونك لو بدأ نرجس ويا وأما العدل عدلي مياء عدلي لا بعضك رقاديس وهو لما نعيا مر صفضة عدلي حقيقي بالك وعدلي الله هو عدلي وسوري جن وسور لا حش عدلي التقديري بالا عدلي الله هو ما سور لا حش هذه سلامه وكعالم كلام نعيا وعي وأما العدل عدلي فهو عدلي خروج الاسم اسمي وبحوي عن صيغتي صيغتي سقاب كيسي الأسرية أصل كاي إما تحقيقا حقيقة هاني نوقبه إما تحقيقا هوستك عري ميدك عدلية حقيقية وميدك صفة لمن عيا صفة كاسا عدلي حقيقة ككلا عدلي تقديري بالله وأما العدل عدلي فهو عدلي خروج الاسم اسمي وكبحوي عن صيغتي صيغتي سي الأسرية أصل كاي إما تحقيقا حقيقة هاني نوقبه كأحاد أو كلوي وما وحدوي وحدة وحل هذا إيه ما وحدة لما وزنود فعال إيه ما فعلون وثنا أوي ومثنا أوي وثلاث أوي ومثلث أوي وربع أوي ومربع أوي وهكذا إلى العشرة تمن لقى هل كان مرك خلاف يربع جرا فيها قار وحيلي عدلي لما نعيا صفضة horta waa cadliga xaqiiqi ah la hubo oo waxaada waxay ka soo leexatay waahidan waahidan oo laba jeer lagu cilay waahidan waahidan mathna waxay ka soo leexatay ka timid ithnayn ithnayn mukarr marka ila intee ku jooga kaas qaar waxay leeyeen wuxuu ku jooga marba oo rubaa قرآن كنت فانكحوا ما ضاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع قال روحيدة إلى العشرة إلى الطبع هل كان مركز صحيح البخاري وكان فيه وقول البخاري في صحيح أوير وابي عبيدة أن العرب عرب لا تتجاوز مجذبت على أربعة أفرت اعترضوا وكهري ما دم بأن غيرهما غير كود أي سمع وحو مغلي ما لم يسمع وحين مغلي بخاري يوحي إلى أبي عبيدة وحينا مغلب على مغلب
معناه وعليه ماشان وحلقوها يهول نحوه يواد قرأت يسمه إمام البخاري أبو حي أبو عبيدة عدلية صفات لما نعيه إلى أربع كجوغة وأربع ما قرأت إساقنا ماتنا محوي إلى العشرة يسمارك وعشرة ذو نكجر توي مذواتا أنت وحلقو داري مارك أخرى وزن كلي بس وركب لنا عبوكا قرأ أنت صفات السيدة يذيب عدلية يذي وإلى مربع مرباع كو بدين محي قارسين عشر انت وحاضن قدر اخرى اخرى او كاتمد اخرى اخرى او كاتمد اخرى واما العدل عدلي فهو عدلي خروج الاسم اسمي او كبحوي عن صيغتي صيغتي سأل اسليتي اصلكاي انبا تحقيقا حقيقة هان انو غبحو ماشو كسو وريقي بالهاي كوحدوي وموحد وثناوي ومثناوي وثلاثوي ومثلثوي ورباعوي ومربعوي وهكذا الى العشرة تمن لقال فانها بعضي امثلة نعلي امثلة مذكورة ذا فان مثال ذا معدولة وحلق سلحي عن الفاظ العدد عدد كالفاديس الاصولية اصل كان مكررة حال يهمل لسوع العلي حال كونها الفاظ مكررة اي تهمل لسوع العلي فاصل واكي ساكو شيء جاء القوم قوم كي وهي مادن احادا احادا وحي كسو وريكت جاء وهي مادن واحدا واحدا مد مد يقوى مركا مركا ورا محايد واحدا واحدا عدل بعد نوعه واحدا واحدا ويكسو وريكت احادا احادا مركا وما لا ينصرف ما ما لا ينصرف كاتي قال لابو معايتا سيفئيه عدلي حقيق إن أحد حقيقة سوريكت واحدا واحدا واصل جاء القوم قوم كي ويما دين مثنى الله والله منا جاء ويما دين اثنين اثنين لا والله بيك وكذا سيدا سوكرا في الباقي ها مركة مررت وحدها بأحد لحد مررت فعل وفاعل بأحد الباء وحرف جر وحد اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف الصفة مدحوينها تكون بالله الصفة مع العدل الحقيقي مع العدل واسكر لك ارتادات فعلا لكن عدل حقيقي بأن يكن بمثنى يساو مثنى في رواء حركة ولا قدر اسكجر بمثنى الباء وحرف جر مثنى اسم مجرون بالباء وعلامة جر الفضحة المقدرة عندها الفضحة اسكر الفضحة ظاهرة ما يصير بمثنى الباء وحرف جر مثنى اسم مجرون بالباء وعلامة جر الفضحة المقدرة نيابة عن الكسر لأنه اسم ما لا ينصرف والمانع من الصرف الصفة مع العدل الحقيق بمثنى الباء وحرف جر مثنى اسم مجرور بالباء وعلامة جر الفضحة المقدرة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا يصرف والمانع من الصرف الصفة مع العدل الحقيق فاصل جاء القوم قوم كي ويمادا وحادا مدمد إياكو أجاؤوا ويمادا واحدا واحدا مدمد واصل جاء القوم قوم كي ويمادا مثنى الله والله جاء ويمادا اثنين اثنين لبا لبا وكذا سيدا وي في الباقي وإما تقديرا إنو يها عدل وهالك عسكا فيه هذا وأما العدل فهو عدل خروج الاسم اسمه يوكب عن صيغة الأسلية إما تحقيقا سماهن وإما تقديرا وإما تقديرا تنفهن هذا وعمرائية زفرائية زحالية وحي كلهم عمر وما لا ينصرف ما ما لا ينصرف كان يقال لبا علم علم إيو عدل وحال عمر حقيقة كسو قدوم مال وكسو قدوم حقيقة الله هي مجد هرت وين أفهم وأن حولي قاعدة دي سيئة نوجه محايدة عمر عامر بكيم إنه عامر كيم هذا وحلو هو مهما فهم زفر نزافر بكيم زحل زاحل لكن واسكد بيري هو عدل التقديري وابا أفر يطوان بينه أفر يطوان كلمه قال هالكلام قوار كدونا انت كلام إن شاء الله واتراد نيسا وابا افر يطوم بقار كودا ها وإما تقديرا ان يكل اعلام مقعيدي وي الله مقعيداسو على وزن فعل كي فعل وين وزنها مضر عمر كعمر او كلا وي عمر بن الخطاب او كلا عمر عن عمر سمادر وزفر زفر كاسم هو وال اسكو يرقبت قار وحيلي وامام امام لديه دري ابي خالد يا لقب كي زفر زفر وزفر امام كزفر
وزحل حدق زحل فإنها بعده ما قعيدا لما سمع المركي لما قال ممنوعة حالة من لودي من الصرف التوينت وليس وسان في هذا علة علة ظاهرة موقت غير العالمية علم أنهين علمنا إنه علك لما العيو قدروا فيها وحي يقدرين حولي العدل عدل بيقدرين ويو أبابلين ما قرأت وحي يقو أبابلين هو أصلا وكشيقة في رهد ها وإما تقديرا ما شاء ما هيسا وإما أن يكون خروج عن الأصل أصل قول ربها تقديرا ما شاء ما هيسا وشرح بألا يدل إنه ستسن دليل واحد دليل غير منع صرف صرف من عنتيس أن كان على وجود العدل عدل جويدي في ذلك الاسم إلا هساته أنه شان لما وجد مركي الله غير منصرف إنه مد أن قدوم إنه ما لا ينصرف إنه مركي الأغاذي ولم يكون أسان فيه دحيس إلا العالمية تعلم نمام وين وحكا للو قدروا وحي قدرين فيه دحيس نحولي العدل حفظا يكو إلى لنا لقاعدة قاعدة ذي وحي كإلى لنا قاعدة محاول على محال الرباة إن علاك لما نعسه حفظا إياكو إلى لنا إلى قاعدة عن الانخرام إن جبته انخرام وكسر قاعدة ذي إن جبته دي مركز يوحيد أهنا عمر ميا ما لا ينصرف عمر عالم وأوهي إن إلاك الحقين أقر هذه النابين إلاك الهد الله ماهي إلاك الواهي نايد هو عدل نحو ذا مركز هالك هالمسألة كفة قواعد ذي ذو قواعدنا وقواعد ثابتة قواعد سكن قواعدنا وقواعد لأبابلي واتفع دي سوما ها قواعدنا ومختلف خلاف كان أقوم بعض النحو ذا دي مسائش خلافية مسائش متفق على دلف مسائش خلافية عام مركة أفر يطوان كي بلا عنفيرين قاربان قارنا وان سوهل وحل لقوضا قار وحل لقوضا ما أنا السوهل مركة دو قاركين أركا حتى بلا سوه قد بي وجملة ما سمع وحي لغم مغلي من العرب عرب ومن الأعلام المعدولة لسول هي تقدير 14 وافر طبعا الثلاثة المذكورة صدح الله شيء عمر يزوفر يزوحل يكوي طبعا كان كذا هل كان صلاة ما هي ما شاء الله هي جمح وقبيل مجيكاس جمح وقبيل وين بين قريش سعيد بن عامر الجمحي مركب بجمحة والله هو قبيل واللف قريش كم من أفخاذ قريش وقزع قزح وحام يذن مس قزع يا هالكاس يا عين بعوض ما يلاك زما وقزع قزع جامه الهاص بالكحر وحشم يدين قرم سوى جرشم ماشى جرشم جيم وقبيل صح ومضر هي مضر كوا وعد قرت وعصم كان انه قبيل هان لكن ما حقيقين كان ومج والدلف هبل وسنم مد كان بلع يا ثعل لبدا واسو قثم نوانين مجعي قثم قثم وانين مجعي هبل وانين مجعي لكن بلع يا ثعل كواس ما سوارك الكتاب هذا هي سكفين ان شاء الله بلع سوكم مريم بلع وثعل مسه عين سما ككلانا بلغ ميدين قرب بلغ بلغ هذا من البلاغ جاري دي أمياء ورت وحمق عوي بلغ أنا عين بوي قريب بالكتاب كبير جدا هسه كافي مركا كو هرتا قبائل بي وبدين وح مغعيا وي قثم و مغع وانين مغعي هبل و سنة مغعي لكن كو ان كلام هي و هو يرو اما تقدير و اما تقدير ان يها عدل كلا اعلام وي مغعيده التي تاسو على وزن فعل كسوتك عمر ايو عمر وكل وزفر امام كي زفر و زحل فان يد لما سمع المركي لما غير ممنوعه يد لودي من الصرف وليس وسان في هذا علة علة ظاهرة موقت غير العالمية على ما نهي قدروا ويقدرن في هذا العدل
وأنها يد معدولة وحيكس ولا حتين وأتي له أبا بله دوجو معدولة وحيكس ولا حتين عن عامر عامر عمر عامر بكيم بيده وعن زافر زافر زحلنا وعن زاحل واحد مجع النجم وأما تانيث تانيث فهو تانيث على ثلاثة أقسام وصدح قيم صدح أشياخ الله وافق تانيث هو اللبا قيم مركك وعد بالله أهان وتانيث بالألف هي تانيث بغير الألف تانيث بغير الألف كابو يرك لقيم تانيث سيدي سهى والله تانيث بالألف هي تانيث بغير الألف وأما تانيث تانيث فهو تانيث على ثلاثة أقسام تام ملاحظة كجر تسكج على قسمين عنو دهاية تانيث تانيث بالألف ألف كاوى اللمبر وتانيث تانيث بالتايا وتانيث بالمعنى لبضلنا تانيث بغير الألف بيسكوه وهل فتانيث تانيث بالألف ألف كاها وألف تانيث كما قرت يمنع والربا يا الصرف صرف يا مطلقا كالقائس الآن سواء وحايسكم ماذا كانت الألف ألف تعاطيها مقصورة المتقابة كحبلاء وكلاوي هوين إذي أوركاي ومرضى كي جرهنا وذكرى ذكرى خصوص تنوينا هذا عربت وحايدا الذكرى السنوية السنة تقولي لها حبلاء كان مركب بحبلاء الباء حرف الجر بعده حبلاء اسم مجرون بالباء علامة جره الفضحة المقدرة دي ماشي الفضحة المقدرة نيابة عن الكسر لأنه اسم الله يصرف والمانع من الصرف ألف التانيث المقصورة كل جيد باسمه معنى صرف كنكته فالف التانيث اغند وحده ومرضى ولم وذكرى وقصوى وشكوى او ما كان ظهات الف التانيث كاس ممدوده تلميذ مثلا كصحراء اوي وحمراء اوي وزكريا بالالف ضد كعقريوي ان انقروا حاجه زكريا سيد الروايه الموت تالق ما هذا وزكريا وعد سغيس باثبات الهمزه زكريا وأشياء بالصحراء الباء حرف جر صحراء اسم مجرون بالباء علامة جر الفضحة نيابة عن الكسر لأن اسم على الصرف والمانع من الصرف ألف التانيث الممدودة وهذه العلة علة هي يضع العلة الثانية وعلة لبعض ومن العلتين لبعض علة كم إذا علتين لبعض كل واحدة ملكست ومنهم على بعض علة كم إذا وسيقة من ترجمة ألف التانيث تمنع الربع ساعة الصرف تنوين تربيس وحدها كليت واسمها ما لا يصرف كلي وفتقوم استاغيس مقام العلتين لبع الا بوسكوت واما تانيث تانيث بتاعها تانيث بغير الالف باكن لي عالم كل منعيه صدح والنقطه فيره انه النقطه تانيث باللفظ وتانيث لفظ كلي وانين ميعي تاوى حمزتي ضلحتي اسامتي عنتري معاويتي يا تانيث انه النقطه معنوي ومقع دمر أن تأوذني مقع دمر أن تأوذني زينب يا سعادة يا مريم يا كواو إيه تانيث باللفظ والمعنى كوا أود بض مقع ودمر تانا ووتا فاطمة تأي عائشة تأي خديجة تأي صفية تأي ميمونة تأي كواو وما تانيث تانيث بغير الألف بكوا سؤال لسكونها عالم كلا من عناي عالم وما تانيث تانيث بتاي تاها تانيث كي تاذوت فيمنع الربي الصرف صرفي مع العالمية علمي سواء وعايزكم إذا كان هاي علما علم أولي مذكرين السقنا كدل حتى أكلوي بدل حتى الباء وحرف الجر دل حتى اسم مجرون بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم على الصرف والمانع من الصرف العالمية مع التأنيث هذا صفة فإن وحدها العالمية مع التأنيث اللفظي دل حتى حمزة تبع معاوية عنترة أسامة أو لمؤنث وهاي كفاطمة وكلا كان وحالة تانيث باللفظ والمعنى لبدي علا ولا غاي ما عينا ودمر تانا ووت بفاطمة الباء وحرف الجر فاطمة اسم مجرون بالباء وعلامة جر الفضحة نيابة عن الكسر لأنه اسم على الصرف والمانع من الصرف هي العالمية مع التانيث اللفظي والمعنوي وما تانيث تانيث المعنوي أها وزينب يا سعادة فهو يسوك تانيث تانيث كيف لم يذهب بتاء تاء تانيث كوا فيمنع الربي مع العالمية عالم كم يعيس لكن لو قلنا غيب بشرط وحاشر دي أن يكون الاسم اسمين هذا زائدا من زائد ك على ثلاثة أحرف سادة حرف كسعادة وكلوي سادة حرف وين وكبذين بسعادة الباء وحرف جر سعادة اسم مجر بالباء وعلامة جر الفضحة نيابة عن الكسر لأنه اسم الله ينصرف والمانع من الصرف العالمية مع التانيث المعنوي
أو أما ثلاثيا وإنه يا ثلاثي صد حرف مثل كون محرك الوسط نحرك حركيسا وذلك كسقر واسم من أسماء النار سقر ومقعيدة نار تميد كميدة والعياذ بالله كسقر أو كروي سقر وما لا يستعرف بعده هي السقر ذي بالله النار ويموكت وحما لا يستعرف كده يلا وعلا ديه العالمية مع التأنيث أو أعجميا أعجمي أهاية مركا هدو صد حرفير إنو كبدن يهال أربا تأنيث كمعنوي هدو صد حرفي وعينو نحن كحركيسي وسقر أوك أما وإنو عجمي أرقا وإنو عجمي كيم أو مسي أعجميا أعجمي أهاية هدو مريا هاي ثلاثي نحن هدو صد حركيسي وإنو عجمي وذلك كجور وجور بضم الجيم كجور مقالة جور ومقالة بلدة بفارس مقالة فارس كتالو وذلك كجور وجور مقالة الليلة أو أما سيمنقورا وإن لغ سوغوري من المذكر لب مركي ورا لبوة إلى المؤنث اللي سوغوري كما إذا سمي هذه اللغة مقعاوة إمرأة هوين يبقى بزيد اللي بحي هوين يبقى زيد اللي بحي زيد وما لا يسرب على دي العالمية مع التعنيث مركا فيه تعنيث كمعنوي واتبري يريسه وما لا يسرب كل نقون كرا أفر حرفين وكبدي هدو صد حرف نقول صد حميد وإنو يا صد حميد هدو صد حرف نقول إنو يا محرك الوسط لحد إنو كحركة سنة سقرة إنو عجميها عجم أصالت جورة إنو يها منقول بريورا مقعن لبا اسكالها يا رق دمر بالوبح زيدة هويني بالوبح فإن لم يكن أدورها شيء شيء من ذلك أرنك أسكام نحن كما حركة إسنا عجمي معها مذكر لقم سوري جنو مؤنث لما كيرين كهند أو كلوي واسد حرف نحن كما حركة سماري عجمي نما ودعدوي دعدنا وهويني مقعي جاز وحابنا أصرف إنا التوين سيسوء ده ها ده جاءت هند رايت هندا مرت بهند وتركون وكوب الناي صرف هنا كتكتو معنا صرف كتكتو مرت بهند وهو تركها على احسن وناكسن لماذا لا الا الموضع حوري كروله واما تعريف علم كيوي واي ملا دار مسوا مع والملا دار المساهيه هاي ميان جو جنا مسوا هاي إذا كم سبحانه وتعالى على محكم الله تور وهاي خميس تعبنا إن شاء الله إن شاء الله.